شيخ ما حكم تصوفي وهل التصوف من الدين وهل حقا التصوف فيه قسم سني وقسم بدعي؟ التصوف كما قال ابن خلدون في المقدمة المشهورة بأنه علم محدث مبتدع في الإسلام، لا يعرف المسلمون الأولون هذا، وإنما في القرن الثاني أو القرن الثالث عاد انتشر الكلام على التصوف. على أما التصوف وتقسيمه إلى تصوف سني وتصوف بدعي هذه اصطلاحات فرغة. أما الإسلام ما فيه شيء تصوف، تصوف من حيثه كله مبتدع ولا أثر له في الإسلام، هذا هو الصواب.